سنة وانتم طيبين يا بناتي حلوين يا شباب، كل الناس اللي بتتفرج. خلاص بنودع على سنة 2018 وداخلين على سنة جديدة ان شاء الله، يا رب تكون سعيد عليكم كلكم وتحققوا فيها كل اللي بتحلموا بيه، وتكونوا دايما بصحة وعافية، وربنا يحفظ لكم كل احباتكم يا رب. فيديو النهاردة هيكون عن مفضلاتي في 2018. انا دايما كنت بحب النوع ده من الفيديوز قوي، كنت بحب اتفرج على اليوتيوبرز هما بيعملوا كل سنة عشان اشوف كل الحاجات اللي عجباني واشتريها وايه المناسب ليا. والنهاردة جه اليوم بقى اللي انا اللي هعمل لكم الفيديو ده، وتابعوني اخر الفيديو هكلمكم عن ريفيوهات ومنتجات اللي استخدمتها في طول سنة 2018 سواء للبشرة او للشعر، وهرجع اكملها تاني في 2019 وافضل اشتريها على طول. فلو انتم مهتمين كملوا معايا الفيديو. اول حاجة جربتها عجبتني في 2018 ومكملة معايا على طول هو الغسول ده من افان. بصوا انا حبيت الغسول ده جدا 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 جدا. اول مره في حياتي وشي ما يبقاش صينيه سمنه كده كالعاده. انا صيف شتاء بشرتي دهنيه جدا جدا جدا، افرازاتها كتير جدا، دايما بتضايقني. طبعا اي حد بشرته دهنيه بيعرف المشكله دي. ده الغسول الوحيد اللي اتحكم في الموضوع ده. بغسله وشي الصبح، بحط مرطب كمان. يعني في الاول يمكن اوقات كتير انا كنتش بحط مرطب بسبب المشكله دي عشان الموضوع ما يزيدش اوفر معايا. بس انا بتغسل وشي وحط مرطب واقعد طول اليوم عادي من غير ما وشيتي تدهنن. الغسول ده كويس جدا بجد، بس هو عايز بشره دهنيه، لان لو حد بشرته عاديه او جافه هيجففها جدا. فبشره دهنيه او مختلطه مياه دهنيه قوي، حتى لو في فصل الشتاء. انا في فصل الشتاء برده كانت بتبقى دهنيه علشان كده مناسبه معايا. اما لو ناس بشرتها بتجف في الشتاء لا ما انصحش بيه، لانه هيجف لها بشرتها. بس هو حلو جدا جدا. كمان بيتحكم قوي 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 في الحبوب، حتى حبوب البريم نفسها ما بقتش تطلع، قليل جدا. كل فتره اما الاقي حبايه ولا حاجه حلو، ما بيطلعش حبوب، ما طلعليش حتى حبوب وانا بستخدمه. بصراحه تحفه. مشكلتي الوحيده ان هو ناقص دلوقتي تقريبا، مش عارفه، في بنات كتيره بيكلموني ان هم مش لاقينه. فاي حد يعرف مكانه فين او شاف صيدليه فيها غسول ايفان يقول لنا في الكومنتات تحت. وهو سعره تقريبا كام؟ ب 185 او 180 تقريبا في الرينج ده. مفضلاتي في 2018 هي ميه الورد بتاعت نيفرتاري. ما شاء الله من كتر ما انا مفضلاتي فهي خلصت. لو شايفين ما فيهاش غير نقطه تقريبا في الاخر ومش لاقيها، مش عارفه اجيبها تاني من ساعتها عشان ما روحتش يعني مكان قريب من نيفرتاري قريب. بس هي حلوه جدا جدا، بستخدمها كتونر للبشره، بعمل بيها سكين باك لبشرتي. هبقى اكلمكم عن موضوع السكين باك ده. بحطه على القطن وبحطه كده على وشي، بيهدي اي حاجه فيه، بيهدي اي التهاب، بيهدي اي حبوب بقى في البيئه المسام. حلوه جدا جدا، ويا رب لو حد يعرف يجيبها لي قريب يجيبها لي ب 20 جنيه كمان بس. سعرها حلو وبديل لاي تونر، وبجد جميله واجمل ميه ورد انا جربتها. حاجه مفضله ليا في 2018 هو المرطب العظيم ده، استنى اوريه لكم، اسمه سترو بنتين. المرطب ده كان مش عارفه ب 18، بعد كده بقى ب 21. بصوا تحفه بجد، احسن من حاجات كتير غاليه. انا اكتر حاجه عملت عليه انه قبل كده ريفيو على الفيسبوك، وبنات كتير جدا جربوه، كلهم دلوقتي بيشكروا لي فيه وبيقولوا لي بجد يعني مشكورين جدا عليه. فجربوه، حلو جدا جدا للبشره الدهنيه، البشره المختلطه، البشره العاديه. مش بيطلع حبوب خالص، دي كانت مشكلتي مع المرطب، مش بيدهن، بيمتص بسرعه جدا وبيشد البشره. في كمان مضاد للالتهابات، وفي مكونات كتيره حلوه جدا، وسعره رخيص جدا 22 جنيه، وبقاله كتير قوي معايا بجد تحفه. وما اعتقدش ان انا ممكن اغيره قريب اصلا الا لو بقت حاجه يعني تبهرني اكتر. كمان مرطب الايد والجسم ده من تويا، انتوا عارفين تويا دايما بتكلم عنهم، هما بنت صيدلانيه كده عامله براند حاجات بتعملها بايديها في البيت. المرطب ده كويس جدا، هو ملمسه عامل زي الزبده، هو من جوه كده عامل زي الزبده، بس بتاخديه بتحطيه على الايد او على الجسم تحول لزيت وبيمتص بسرعه جدا. انا جربته وعجبني، انا ما استخدمتوش على وشي عشان بخاف من على وشي يعني من اي حاجه، بس على ايدي عجبني جدا، بقيت استعمله كل يوم على ايدي. ترتيبه حلو قوي ومش بيدهن ولا بيزيت ولا اي حاجه خالص، وممتص بسرعه جدا وجميل. سعره تقريبا 45 او 55. انا هسيب لكم كل الحاجات تحت وتفاصيل، وحتى لو في حاجه يبقى اونلاين هسيب لكم البيج بتاعتي تحت عشان تعرفوا توصلوا كل حاجه. كمان كريم الليل ده هو برده من جروب لمنتجات طبيعيه، حاجه كلها برده صناعه يدويه لبنت صيدلانيه ثانيه، اسمه ناتشورال توك. ده كريم الليل للبشره الدهنيه، هي عندها كل انواع البشره. انا بحطه بالليل بصراحه ولطيف، يعني بيشد البشره بيفيدها، بحس بنضاره شويه وانا بستخدمه، هو كويس خالص. في حاجه كمان بستخدمها برده من الجروب ده وعجباني قوي، وهي ده ماسك كده شكله بودر، بحط عليه ميه او ميه ورد، او لو البشره الجافه تحط عليه لبن. بعد كده احطه على بشرتي، حلو جدا جدا، بينشف ويعني بيفركه. بلاحظ دايما لما بعمله بيدي نضاره لبشرتي، هو عباره عن فيتامين سي وفي مرطبات وحاجات حلوه.
هو بصراحه برضو لطيف قوي، والحاجات الماسكات يعني الطبيعيه اللي انا بستخدمها في روتيني وهكمل عليها كمان في 2019، وعاجبني جدا ما شاء الله. يعني هسيب لكم برضو الجروب بتاع البنوته دي تحت في الكومنتات او تحت في صندوق الوصف. كده هنتكلم عن زبده الشفايف من تويا، برضو البنت اللي كنت جايبه عندها المرطب بتاع الايد. بصوا والله العظيم حلوه جدا، هي فيها اتكلمت عنها قبل كده، زبده فيها زبده وجوز هند وبرتقان وحاجات كتير قوي، واللي غلب عليها البرتقان وريحتها حلوه، وبستخدمها كل يوم كتير بقى في الشتاء كتير على طول، باجي من بره وانا ماشيه اي حته بحطها، ويعني تدي ترطيب كويس. واعتقد ان دوام عليها ممكن تدي سن التفتيح شويه، انا حسيت بسن التفتيح في شفايفي شويه، هي كويسه خالص. وهسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. من مفضلاتي بقى بقاله حوالي سنتين عندي زيت الجوجوبا، انا كنت جايباه من افريكانا. بصوا مبهدل يعني الورقه متشاله من عليه من كتر ما بستخدمه. بصوا زيت الجوجوبا ده حلو جدا، وهم والله يعني بستعمله في كل حاجه تقريبا. انا في الاول قبل ما كنت اجيب كميه المرطبات دي انا كنت بستعمله لشفايفي والتحت عيني والرموشي والحواجبي كل حاجه، كمان ممكن احطه على وشي بعد الدرما رولر، بيهدي الوش جدا وبيديله نضاره، بيمتص كبشره دهنيه مثلا مش من الزيوت اللي مش بتعمل اي حاجه تحت الجلد ولا بتبوظ لي بشرتي. لا انا كنت بحطه عادي جدا، بستخدمه بعد الدرما رولر. حاليا اكتر حاجه بستخدمها فيه كمزيل الميك اب، يعني كل مثلا حاطين اي لاينر اي حاجه في عينيكوا او كده بستخدمه بحطه على عيني. امان جدا، مش بيعمل حبوب تحت العين خالص ولا بيعمل الميليا والحاجات الصغيره دي. كمان استخدموه للشعر كثيرا، من شعر حلو جدا بجد، تحفه تحفه. هاتوه بس من مكان موثوق فيه واستعملوه في كل حاجه، ترطيب ماشي للبشره وش شعر كل حاجه شغال، ليه فوائد كتير جدا جدا. لو عايزين حتى فيديو عنه كامل ممكن اقول لكم بالتفصيل، سيبوا لي تحت في الكومنتات اي حاجه انتوا عايزينها. حبيبي 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 ده بقاله 3 سنين من ساعه ما عرفته ومش ببطله ابدا ابدا ابدا، يعني مدمنات عندي جوه بتاع 4 علب او 3 علب خلصانين. كنت جايباه حتى في قبل ما بيخلص بجيب منه تاني. ده اللي هو فارماسيرز فاونديشن سان بلوك، عباره عن سان بلوك 25 اس بي اف مع ملون يعني تنتد، اللي هو يعني سان بلوك مع فاونديشن. ده حلو جدا للاستخدام اليومي، كنت بستخدمه ايام الجامعه. حاليا يعني عشان مش بحطه بحاول ان انا اقلل بشرتي خالص، مش بحطه غير تحت عيني بس، انا حاطه منه دلوقتي. احلى حاجه فيه انه مش بيسيح خالص، الوحيد الوحيد بجد اللي لقيته جيم مع بشرتي، بيكون مطفي، مش بيلمع خالص، مش بيدهنن، بيقعد طول اليوم ما تاثيره مش بيروح بسهوله، بيفضل يعني ثابت على البشره، مع انك المفروض اصلا نغسله بعد 3 ساعات ونجدده تاني، علشان طبعا عامله كانه سان بلوك عشان ناخد الحمايه الكويسه من الشمس. بس هو حتى لو سبتيه لاخر اليوم هو التاثير بتاعه بيفضل موجود. الكفر بتاعه حلو والتغطيه بتاعته كويسه، حتى كصبح وكبالليل لو في مناسبات تقدري تحطي مثلا طبقتين في بعض، بيداري اي حاجه لو حطيتي طبقتين في بعض، وهيبقى حلو جدا جدا. مشكلته الوحيده في الدرجات بتاعته، دي درجه رقم 2 انا بستخدمها، لو حد لوني هيبقى دي وشي بالظبط، مش حدش مثلا بيعرف ان انا احط حاجه، مش بيبان على بشرتي ان انا حاطه حاجه. مش عارفه عايزه اعمل لكم سواتش ليه. بصوا شايفين الكفرج بتاعه تقيل، يعني النقطه دي اصلا انا ممكن احطها على نص وشي لان التغطيه بتاعته عاليه زي ما قلت لكم، وحلو جدا. اي حد درجته 2 اي حد درجته زيي يجيب رقم 2، لو حد اغمى الناس اللي الاسمريكة شوية ممكن يجيبوا 3، ولو افتح مني يجيبوا 1. مش عارفة بقول لكم ولا لا، بس هو تغطيته حلوة جدا، انا بستخدمه على طول، ما بقالي مثلا 2 و3 سنين من ساعة ما عرفته ما يعني بستخدمش غيره. ممكن حتى لو حد درجته فاتحة يجيب رقم 1 ويزودها مثلا بأي كريم مرطب او كده يبقى حلو. انا حتى في الجامعة مش عايزة يبان انا حط حاجة خالص، فحط نقطة صغيرة منه على نقطة مرطب واوزعها على وشي كله في واحد بس لون البشرة. هو جميل خالص، سعره 220، في منه اللي هو ال 50 اس بي اف، ده عاملينه لكل انواع البشره. انا ما جربتوش بصراحه، انا مجرب 25 عشان هو ده متاكده منه انه مش بيدهنن خالص. التاني ممكن يبقى مناسب اكتر للجافه والعاديه، ممكن يبقى للدهنيه لو حد جربه انا مش عارفه، بس هم قايلين ان التاني مناسب لكل انواع البشره، لكن ده للدهنيه حتى ايه ماتيفاينج او بول ريفايننج، المفروض ان هو بيقلل المسام وبيطفي لمعانيه الوش، فحلو جدا جربوه مش هتندموا. من مفضلاتي في 2018 كمان كانت اول مره اجربها، اللي هي ابره الروس السوداء والبيضه اللي انا اتكلمتكم عنها وعملت لكم عنها فيديو قبل كده في حبوب تحت الجلد وكمان في ازاله البشور السوداء. والله العظيم يا بنات حلوه، ما بقتش استغنى عنها ابدا،
يعني لو انت مش قادره تروحي صالونات التجميل او مش قادره تروحي كلينك او يعني عياده دكتور، تقدري تعملي تنظيف بشره لنفسك في البيت بيها، بس طبعا بمحاذير وبريكوشنز معينه. هلاقي دوروا على الفيديو بتاع حبوب تحت الجلد، هسيبه لكم برده، والحبوب السوداء عشان تعرفي طريقه استعمالها. دي بجد حاجه برده ما اقدرش استغنى عنها، مش بس منتجات، في كمان ادوات ما الواحد ما ينفعش يستغنى عنها ابدا، وهفضل استعملها على طول. ماي فيفرت بقى اللي مش بستغنى عنها برده بقالي حوالي 4 سنين ودايما بتكلم عنها وحلل تقريبا لكل المشكلات، وهي الديرما رولر. كل ما ابطل شويه ارجع لها تاني، بصراحه بحس بفرق رهيب. كل ما احس ان انا دارت بشرتي قلت برجع لها تاني، بحس من جلستين ثلاثه الدنيا بتظبط جدا. لن انسى ان وقت ما استخدمتها كان عندي اثار حبوب مثلا من اعدادي كنت انا استخدمتها مثلا في تانية كليه، ضيعت كل ده بعد فتره. حلوه جدا للاثار القديمه، لاثار الجروح، مثلا الواسعه، كل حاجه حلوه جدا. جربوها مش هتندموا. انا عامله عنها برده فيديوهين تحت، هسيبها لكم ان شاء الله، شوفوهم هيفيدوكم. انا بحبها قوي وهرجع استخدمها تاني عشان بقالي فتره ما استخدمتهاش، بس ارجع استخدمها تاني عشان نضاره وعشان اي اثار يعني موجوده عندي. ندخل بقى على مفضلاتي للشعر، وذيس نمبر 1 بالنسبه لي هو زيت الارجان. حلو جدا جدا جدا، ترطيب رائع، سيرم رائع. انا استخدمته كحاجتين مع بعض، حمام زيت وبعد ما بشطف شعري بحطه كمان كده كسيرم على اطراف الشعر. بيرطب حلو قوي، بيرطب الشعر من جذور. حاسه ان شعري انعم كتير، يعني بجد فرق قوي قوي معايا في شعري. انا عامله برضو عنه ريفيو قبل كده، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعه، كنت عامله له ريفيو على فيسبوك. بيغذي شعري جدا، بيساعد على ان هو يقلل التقصف، بيقلل الهيشان. هو سعره كان 200 جنيه، جايباه من على جروب على فيسبوك، بس انا كنت عامله بقى كود معاهم كده، اي حد يقول لهم تبع دكتوره منا هتاخدوه 160 بس. هسيب لكم برده لينك الجروب، او يعني لو جبتوه اي مكان تاني، بس اهم حاجه اتاكدوا انه يكون زيت ارجان اصلي، لان بيتباع كتير مضروب. وزيت ارجان اصلي اتكلمت قبل كده وقلت ان لازم يكون جاي من المغرب مش من امريكا ولا من الكلام الكتير اللي بيتقال ده. هو زيت الارجان مكانه المغرب، هاتوه من اي مكان يكون اصله المغرب، وان شاء الله يكون مضمون ويعمل معاكم نتيجه كويسه. دلوقتي التانيه كمان الشعر اللي اتكلمت عنهم قبل كده، وهما حمام كريم وكريم تسريح باندولين. اتكلمت عنهم وعملت عنهم ريفيو كامل. حمام الكريم ده ما بقتش استغنى عنه بصراحه، دايما في الروتين بتاعي، بيرطب الشعر، بيعالجه، بيديله نعومه داخليه كده جميله جدا. هسيب لكم برده ساعه في الكومنتات عشان نسيت. وكمان حمام او كريم التسريح ده حلو قوي، لما مثلا ما استخدمش السيرم بستخدمه. حلو، بينعم الشعر ومناسب قوي للكبار والاطفال. وبرده هسيب لكم السعر بتاعه تحت، وكمان ما فيهمش يعني احسن حاجه ما فيهمش اي مواد ضاره، وامنين جدا للكبار والاطفال. كده يكون فيديو النهارده خلص. انا حاسه ان في حاجات نسياها شويه، بس يعني لو افتكرت حاجات تانية ممكن ابقى اعمل لكم جزء تاني. انتوا كمان قولوا لي ايه المفضلات بتاعتكم في 2018، وقولوا لي ايه اكتر برودكت عشان عايزه اجرب برده الحاجات اللي عجبتكم. فقولوا لي ايه البرودكتس او المنتجات اللي عجبتكم في 2018، وفرقت ازاي مع بشرتكم، وشاركوا في الكومنتات تحت علشان نساعد بقيه الناس كمان انها تعرف وتستفيد، وانا كمان استفاد منكم زي ما بتستفادوا مني واجرب الحاجات دي كمان. بس خلاص، خلصنا فيديو النهارده. بقول لكم تاني كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجديده تكون سعيده عليكم وتكونوا باكمل صحه يا رب، وربنا يحفظ لكم كل احبتكم ويكونوا معاكم، ويا رب تحققوا كل احلامكم. قولي لي برده عن احلامكم السنه الجديده في الكومنتات، وقولي لي على اي فيديوهات عايزينها في السنه الجديده، او اي حاجه مناسبه السنه الجديده اطلبوها مني قوليها لي، وهقرا كل الكومنتات بتاعتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تشتركوا في جروب الفيسبوك واكونت انستجرام، هيكون فيه مفاجآت يعني قريب ان شاء الله في شهر واحد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، دمتم حلوين وفاهمين. باي باي.